هي فرقة كريستال العيسوية والتي باتت من أشهر الفرق الفولكلورية بالمدينة، تقسم كل الغليزانيين أفراحهم، مكونة من شباب بطال وجدوا من هذا الفن فرصة للاسترزاق وملء الفراغ. فرقة عيسوية تأسست عندها عام وخمس شهور، دي ميجيسيان قاع ما همش جدد، كانوا في دي جروب وجبنا قاع منه من دي جروب، هيا ودرنا فرقة رانا نخدموا العراس الحفلات. فرقة أصبحت تصول وتجول كل مناطق الوطن لإحياء الأعراس والحفلات. احنا نعرفوا العيساوة بالالات على الغايطه، احنا درناها بالترومبيت صافي لونطون، صافي اكثر من 15 راه في غيليزان كيما هكا نخدموا العيساوي نخدموا بالترومبيت. عندنا النفار، اله نفار جديده، اله مغربيه، نفار داك الطويل اللي يعرفوا كاع ديموندي بزاف في العراس، ورانا نجمعوا في الفن تاعنا. ويطمح شباب هاته الفرقه لتطوير مهاراتهم الموسيقيه مستقبلا وكسب المزيد من التالق. هادو الشباب يعني قادر عندهم صوالح اكثر من هاك، يوصلوا وراهم يسترسخوا من هذا كيما يقول لك الطابع اللي راهم فيه، ورانا هنا ورانا في خدمه تاعكم ومرحبا بكم في اي وقت. اذا فرقه كريستال هي نموذج حقيقي لطموح شباب بطال حول مهاراته الموسيقيه لكسب لقمه العيش والابتعاد عن البطاله ولو مؤقتا، فبالتوفيق لهؤلاء الشباب.